مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من رمضانيات. قرب العيد يا جماعه، قرب العيد وحنعيد. وطبعا العيد لا يحلو الا بعمل المعمول او كعك العيد او كعك بعجوه، ايش بدكم تسموه سموه، لكن المهم شو هو هذا الموضوع. طبعا يعني هذا اشهر شيء يعمل باوقات مختلفه، زي ما بنعرف احنا معظم الاكل تقدر تعمله اي وقت، لكن لا يصح العيد الا بكعك العيد. يعني هذا شيء معروف وتعتبر من اشهر الاكلات اللي تبدا النساء تحضيرها قبل 3-4 ايام من قرب نهايه شهر رمضان قبل العيد، عشان تقدر تفرح الناس بهذا الكعك، خاصه الزوار اللي بيجوا يزوروها وبوكلوا عندهم، يقدم لهم القهوة أو الشاي مع كعك العيد أو المعمول أو الكعك بعجوة زي ما بتحبوا تسموه. طيب خلينا نبدأ في هذا الكعك. طبعا هو يعمل عادة بعيد الفطر وعيد الأضحى، لكن عيد الفطر إشي أساسي لأنه في تمر سهل الهضم، في سكر كويس، وخاصة بعد أول يوم من رمضان. هذا إذا ضل طبعا بعد ما يطبخوه السيدات بالفرن وتطلع الريحة، هذا يعني بكل الأولاد والكبار، يعني مش بس الأولاد ماكلين نصه زي ما بيحكوا. لكن زي ما حكينا هذا بتختلف عاداته من مكان لمكان، أو مسميات من مكان لمكان. بعض الناس بسموه كعك العيد، في ناس بسموه بس كعك، في ناس بسموه معمول زي أهل الخليج، حتى أهل الأردن بسموه معمول، في ناس كعك بعجوة. تختلف المسميات. من وين إجا الأصل هذا؟ يقال أن هذا أو الكعك هو أصله فرعوني من الفراعنة، حيث كانوا ينقشوا على الكعك نقوش، وهذه النقوش كانت هي عبارة عن إله الشمس، صورة رسمة شمس لإله الشمس أتون، وجاءت بعدها التغير في النقشات والرسمات وانتشرت عبر التاريخ وراحت على عدد كبير من الناس. وجدوها في القبور الفرعونية في داخل القبور هاي، واستمروا طبعا المصريين في صناعتها على مدى طويل، وخاصة عند زيارة الموتى بيعملوها كتير، أو زيارة القبور خلينا نحكي إلى أيامنا هذا، فإلها تقليد خاص في دولة مصر. يقال أن كلمة كعك أصلها فارسية، كعك من الفارس، ولكن أيضا هناك مصدر آخر تاريخي يقال أول من صنعها بهذه الطريقة هم العثمانيون، عندما أقروا صناعة الكعك وصارت فترة ازدهارها بالعصر في ظل الحكم الفاطمي، هم اللي بدأوا في صناعتها، حتى صار في إدارة في حكومة الفاطميين كانت تعرف باسم دار الفطرة للفطر، وكانت تهتم بتجهيز الكعك وتوزيعه على العامة. ووجدت هذه النقوش في متحف الفن الإسلامي على بعض القوالب اللي كانت تستخدم، ومن أبرزها كانت يكتب عليها عبارات مثل كل هنيئا أو كل واشكر بالشكر تدوم النعم، كل هذه الكلمات كانت موجودة على عبارات وموجودة في متاحف أيام متاحف إسلامية تعود للعصر الفاطمي. مش مشكلة مين اللي بدأها، المشكلة شو بنحط جواها. طبعا الداخل المعمول في انواع كثير، ناس بيعملوا المعمول بعجوه التمر، وهذه اشهر معمول وهو يمكن اكثر شيء يستخدم. ناس تضع فيه الجوز، جوز عين الجمل بسموه، او الجوز الوالنتس، ناس بحطوا فيها الفستق، ناس بخلطوا الجوز بجوز الهند، بتختلف، والسكر بتختلف الحشوات. الآن في نوع جديد طالع في السوق اللي هو بالتفاح، بمعمول التفاح مسمى، ولكن صراحة يعني أنا من داخليا يعني أنا وجدت هذا المعمول لما كنت عايش في الصين، وجدتهم بيسووا نفس الشيء تقريبا على عيد الصيني، وعيد أيضا بسموه المون كيك بطريقة أو بأخرى، هو شبيه جدا للمعمول لكن بضعوا فيه شغلات ثانية. طبعا من الشغلات اللي كنت أحبها كثير المربيات، بحطوا جوا مربى، مثلا مربى مشمش، مربى تفاح، مربى مربى مثلا عنب مربى، فهذا الطعم بعطي فيها طعم لذيذ. وأيضا عجبني فيها يوضع فيها راحة الحلقوم، يعني بتكون هي الكعكة وبحطوا راحة الحلقوم بسكروها، فبتدوب في التم بطريقة
أنصح جميع السيدات يجربوا شيء بسيط، إذا عجبهم عجب عائلاتهم يسووها في السنوات القادمة. راحة الحلقوم موجودة في كل مكان، اللي هي الراحة العادية التركية هاي، ممكن تضع حبة في داخل هاي المكعبة، فسهلة وطعمها لذيذ جدا. هيك بتعمل شوية تغيير. طبعا في فلسطين بيعملوها بطريقة تختلف، بسموها الأساور، هي عبارة عن حلقات دائرية زي العجل، بتلفلف جواها طبعا دائما تمر، وفي بعض السيدات بيعملوا عليها نقش، وهذا طبعا بأخذ وقت. يعني المعمول اللي موجود بالقوالب سهل عمله أو أسهل عمله من النقش. هذا تقليد موجود في بلاد الشام وخاصة فلسطين، موجود في دول سوريا والأردن، لكن يعتبر مشهور جدا في فلسطين، بسموه الأساور العيد، وبنقشوا نقش جميل. طبعا الموضوع هذا موضوع يعتبر تقريبا إجباري في كل عائلة. العوائل اللي ما بتقدر تسوي كعك العيد بتروح تشتري من الأسواق، الآن صاروا ناس كتير يسووه، لكن في كل عيد لازم يوضع كعك العيد على سفرة الضيافة. ناس تستخدم أجين سميد، أو ناس بسموه طحين، وطبعا بيختلف نوع الزبدة، ولكن بناش نشهيكم، إذا حدا منكم منها سيدات عمل كعك العيد بالحلقوم وعجبت العائلة بلغوني، وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة، وكل عام وأنتم بخير، سلام للجميع.